بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة يوم مهم جدا جدا في الدوري العام المصري. يظل دائما البطل هو البطل، البطل النادي الأهلي حتى الآن أو حتى هذه اللحظة. النادي الأهلي هو بطلا للدوري العام المصري أو هو متصدرا للدوري العام المصري. ماذا سيحدث في مباراة اليوم؟ مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة فيها كلام فني كثير جدا، بتلاعب واحدة من أهم وأفضل الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، فريق بيراميدز. مهما قلنا ومهما اتكلمنا هو فريق جيد الحقيقة، هناك بعض الثغرات الدفاعية الواضحة في فريق نادي بيراميدز، ولكن الناحية الهجومية وخط الوسط الحقيقة قوي جدا جدا جدا. ولكن هل يستطيع أن النادي الأهلي في هذه المباراة أن هو يفوز بثلاث نقاط ليسعد كل جماهيره ويرضي جماهيره بعد الخروج الإفريقي الأخير؟ أعتقد أن الخروج الإفريقي الأخير سيكون له تأثير إيجابي جدا على هذه المباراة. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. الآن الشوط الأول انتهى من مباراة نادي الزمالك والإسماعيلي التي بدأت في تمام الساعة 5 وتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء حتى الآن بعد نهاية الشوط الأول. طبعا هنقول لحضراتكم أثناء كلامنا عن نتيجة المباراة. أرجع مرة أخرى للقب إن شاء الله 41، اللقب 41 بيحاول النادي الأهلي في هذه الأيام بعد تصدره في الأسبوع الماضي للدوري العام المصري. بيحاول النادي الأهلي ومن خلال أو من أولى المباريات اللي هيحاول النادي الأهلي فيها أن يكمل تصدره على الدوري العام المصري هذه المباراة. مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة قوية، تلعب فريق من أفضل الفرق اللي موجودة في الدوري العام المصري، أفضل خط هجوم جايب 53 هدف عليه 27 هدف، واحد من الفرق الجيدة جدا، عندهم مدير فني جيد، عندهم الكابتن حسام البدري رئيس النادي كان في وقت من الأوقات هو المدير الفني للنادي الأهلي فيعلم كل كبيرة وصغيرة على النادي الأهلي، وبالتالي هي مباراة صعبة. خدوا بال حضراتكم أن فريق بيراميدز في الدور الأول فاز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وليد أزارو طبعا أحرز هدف المباراة الأول، بعدين عبد الله السعيد احرز هدف المباراه الثاني، واستطاع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز طبعا استطاع ان يفوز نادي بيراميدز وعلى النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. كل الكلام اللي انا بقوله ده كل اللعيبه الحقيقه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بعد الخروج الافريقي لا يفكروا في الا في شيء واحد فقط، وهو كيفيه ارضاء الجمهور من خلال الفوز في هذه المباراه. الفوز، الفوز فقط هو اللي جوه دماغ كل اللاعبين، ولكن الناس عايزه تكسب، اللعيبه عايزه يكسب، اللاعبين عايزين يكسبوا، الجهاز الفني عايز يكسب، مجلس الاداره، الجمهور عايز يكسب. ولكن دايما يا جماعه انا لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم حاجه مهمه جدا، نحن في كره القدم في ثلاث نتائج ليست نتيجه واحده. مكسب ده هو الطبيعي دايما اللي ياخده او دايما اللي بيحاول يوصل ليه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، ولكن ثلاث نتائج، التعادل او المكسب اولا ثم التعادل ثم الهزيمه، الثلاث نتائج في كره القدم في العالم كله، وهي كره القدم دايما او في الرياضه عموما هي الثلاث نتائج دول. دايما جمهور النادي الاهلي ينظر الى ان هو يكسب او الثلاث نقاط هي الاهم بالنسبه له. النهارده اللعيبه الحقيقه كل املهم هو ان هم يرضوا الجمهور، وما حدث من جمهور الاهلي على دماغ كل اللعيبه الحقيقه. كل اللعيبه لما تيجي تتكلم مع حد الفتره اللي فاتت يقول لك اللي عمله الجمهور بعد المباراة ده على دماغنا وعمرنا ما هننساه، وهنحاول نموت نفسنا جوه الملعب خلال الفترة اللي جاية عشان نقدر نكسب هذه المباراة. وبالتالي كل شيء جاهز ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة. ربنا يكرمنا زي ما قلت لكم دايما وزي ما بتكلم معاكم دايما، نحن نبذل اقصى مجهود، اللاعبين في الملعب يبذلوا اقصى مجهود يقدروا يعملوه جوه الملعب، ولكن النتيجة دي بتاعت ربنا في النهاية. الشوط الاول مثلا ما بين الزمالك والاسماعيلي، الزمالك والاسماعيلي، الاسماعيلي اضاع حوالي فرصتين ثلاثه كانوا سهلين جدا، سبحان الله ترجع ترد على نادي الاسماعيلي من ضربه ركنيه او من ركله ركنيه، تيجي تخبط في 10 لعيبه الاسماعيلي وتنزل قدام عمر السعيد الحقيقه اللي بيحطها هدف حاجه. الزمالك جاب الثاني كمان دلوقتي واصبحت النتيجه هدفين مقابل لا شيء. عشان كده انا بقول لحضراتكم هي دي كره القدم، كره القدم فيها كل شيء. نادي الزمالك الشوط الاول مضغوط تقريبا ثلاث ارباع الشوط او معظم الشوط، عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي بيروح ناحيه اليمين ولو عملها بس بالعرض كده تقف تحت رجله وترجع ورا، وبالتالي في النهايه الهدف من المباراه هو الثلاث نقاط،
وهو ما يسعى له النادي الأهلي. حتى الآن برضو لسه مبلغني دلوقتي إن النتيجة أصبحت 2-0 لنادي الزمالك على النادي الإسماعيلي، وبالتالي النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي النهاردة، ولكن لاعبي النادي الأهلي لا ينظروا إلا لشيء واحد فقط وهو مكسب هذه المباراة. المكسب فقط هو ما ينظر له لاعبي النادي الأهلي، من غير لعيبه النادي الاهلي هتبذل اقصى مجهود، هتحاول تموت نفسها في الملعب. مستر لاسارتي هيحط التشكيل المناسب من وجهه نظره للي هيلعب هذه المباراه. زي ما حضراتكم عارفين رمضان صبحي خارج القائمه وصلاح محسن خارج القائمه للاصابه، وبعض اللاعبين ايضا في اصابات كتيره لسه ما زالت موجوده. محمد هاني طبعا ثلاث انذارات، كريم ندفد وسعد سمير ووليد سليمان، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، ولكن في النهاية يظل دائما النادي الأهلي بمجموعة اللاعبين اللي موجودين فيه قادرين على فعل أي شيء، طالما ما حدث من الجمهور بعد المباراة السابقة وإن الجمهور كله بينده على اللعيبة ويجيبهم ويقول لهم الدوري يا أهلي الدوري يا أهلي، هي ده أو هو ده الكلام اللي اللعيبة كانت مستنياه أو كان نفسها فيه. عشان كده النهاردة أنا متأكد إن شاء الله إحنا هنشوف مباراة جيدة جدا. خلينا نروح نطمن على اللاعبين.